graph each inequality subject to the non-negative restrictions. في problem 47 مديني 40x minus 55y greater than 0 والx والy are non-negatives. step 1 نحول الانيكواليتي للاين equation ونوجد على الاقل نقطتين عليه بحيث نقدر نرسمه يفصل بين الابر واللور هاف بلينز. لو الx equals 0 يبقى 0 minus 55y equals 0 يعني الy equals 0 يبقى بيمر بالاوريجن 0 و 0. مضطرين نختار نقطة أخرى خلاف طبعا الy equals 0 إن خلاص بيمر بالزيرو والزيرو. نقول مثلا الx equals 55 اللي هو الكوفيشنت للy term. إذا 40x minus 55y equals 0 يبقى 40 times 55 طبعا ده لتسهيل الحسابات 55y نكنسل ال 55 مع ال 55 إذا الy equals 40 يبقى عندنا إحداثيات السكند بوينت 55 مع 40. نرسم المحاور محور y ومحور x ونمثل النقطتين عندنا 0 و 0 و 55 مثلا مع 40 هنا كده 40 55 وعندنا greater than مفيش equal وبالتالي dash the line ونكتب عليه 40x minus 55y greater than 0. محتاجين نشيك على نقاط. طبعا الزيرو والزيرو موجودة على اللاين ما ينفعش نشيك عليه. نشيك مثلا على نقطة زي كده تشيك الاكس بزيرو والواي بهندرد يبقى 40 تايمز زيرو ماينس 55 تايمز 100 ايكوالز نيجاتيف 5500. هل ده جريتر ذان زيرو؟ لا فولس. اي نيجاتيف اقل من اي بوزيتيف. طب نشيك كمان على نقطة عشان نتأكد احنا عرفنا خلاص ان النقطة دي مش معانا. مثلا 100 مع 0 تأكد انها معانا. طبعا نقطة واحدة كافية لو انت صح لكن خايف يبقى احسن تشيك على نقطة تانية. 40 تايمز 100 minus 55 times 0 بنتكلم في 4000 greater than 0 يبقى true يبقى فعلا معانا كده. اطمنا ان اللور هاف بلين هو اللي معانا وطبعا فوق محور الاكس لان الاكس والواي شود بي نون نيجاتيف. ونعمل هاشنج للفيسا والريجن طبعا هنا كمان ونكتب عليها فيسابل ريجن ونكتب الانيكواليتي اللي هي 40x minus 55y greater than 0. طبعا احنا غلطنا غلطة مفروض ما نكتبش على اللاين greater than لا نكتب عليه equals 0 اللاين should be equals 0
اما الاريا اللي هي الفيسا والريجن يكتب عليها greater than zero، greater او less than حسب اللي عندنا، او greater than or equal to 2 او less than or equal to 2. ولكن دايما الفيسا والريجن بيكون فيها احد الفور نوتيشنز اللي هي greater than، greater than equal، less than، less than equal. اما اللاين should be equal فقط.